بنتكلم هنا على في البداية على موضوع التضخم كمفهوم، على اعتبار ان التضخم ده مش كل زيادة في الأسعار، انما هي كل زيادة في الأسعار مستمرة وعامة تسمى تضخم، وأسباب أو أنواع قد يأتي التضخم من جانب المستهلك أو جانب الطلب، قد يأتي من جانب المنتج أو التكلفة من جانب العرض. كان بنتكلم على مفهوم وأدوات السياسة النقدية اللي بيتم من خلال البنك المركزي، وكيفية استخدام هذه الأدوات في علاج كل من مشكلة التضخم والكساد. ففي وقت مشكلة التضخم أنا عايز أعالج التضخم أو أخفض الأسعار، فهنخلي اتجاه السياسة النقدية الاتجاه الانكماشي أي تخفيض الطلب. أما عند علاج الكساد فنسعى إلى توجيه السياسة النقدية التوسعية بمعنى زيادة العرض.